بالنسبة للأحذية دي هي خدمة يدوية 100%. المواد الأولية اللي تتكون منها تتكون من المواد الأولية جلدية، جلد البقري، جلد الماعز اللي هو نعمل به الدوب، نقوله احنا يبطان بلغتنا بتاع الصناعيين، فهمني، أو جلد العلوش اللبطان، سواء كان جلد ماعز أو جلد علوش. والسمال عادة نخدم فيها بجلد الجمل أو كاوتش وإلا قوم. الحرفة هي حسب ما يحكوا الكبار اللي سبقونا، هي جايبينها من طرابلس، من ليبيا. صحيح ثم شكون اللي كان قبلهم كان يخدم فيها، لكن كان يخدم فيها بطرق أخرى مختلفة. الطرق اللي نخدموا بها تو جايبينها من كما قلت لك من ليبيا، فهمتني، وزادوا حاولوا يطوروها وقاعدين حتى حني تو عمال تزيد تتطور من عام لعام. المردود السياحي أثر على الصناعات التقليدية بشيء كبير. Thank you.